The baby food crisis in the United States is growing leaps and bounds with each passing day. The out-of-stock rates for baby formula in the United States spiked to 70% nationally in the previous week. In many cities and states, the situation continues to worsen. Russia widens its gas cuts to European countries Tuesday. Russian energy giant Gazprom says it has cut gas supplies to Dutch trader GasTerra. It has also cut off gas flows to Denmark's Ørsted and Germany's Shell Energy. Gazprom cites these companies' failure to make payments in rubles. The Russian energy giant also warns it will turn off the taps to several unfriendly countries that have refused to accept Moscow's payment mechanism, rubles for gas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. يا ريت ننتبه للي بيحصل بالنسبة للعلاقة الروسية الأوروبية. ده بيلمس بشكل مباشر عندك وبيسمع عندك هنا بشكل مباشر. بتكلم على دول الشرق الأوسط، بتكلم على الدول المصدرة للغاز في الشرق الأوسط. لما تيجي روسيا تقطع النهاردة وأنا بكلمك من ساعات، قامت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن ثلاث دول في أوروبا دفعة واحدة. ليه؟ لأنه كانوا عاملين ديدلاين لتسليم أو للدفع بالروبل بالنسبة لروسيا. يعني روسيا قالت للدول دي أنت أمامك لغاية 31 مايو عشان تدفعوا لنا بالروبل. طبعا الدفع ده بيتم عن طريق حوالات أو عن طريق نظام بيتم فيه الدفع عن طريق حسابين، حساب باليورو ثم تحول الدفعات إلى حساب الروبل. ده طبعا ما حصلش من عدد من الدول الأوروبية، هو حصل من كتير من الدول، ولكن في دول ما عملتش كده. ولما بتكلم على دول أنا بتكلم على شركات منفذة لسياسات الدول. بمعنى واضح انت بتتكلم على روسيا ممثل ليها شركة اسمها جاز بروم. شركة جاز بروم بتفتح لها حساب في احد البنوك بنظامين، حساب زي ما قلت لك باليورو وحساب اخر بالروبل. المفروض انه الشركات الاوروبية الممثلة للدول المستوردة الغاز هتدفع عن طريق الحسابات دي. النهاردة قامت روسيا بقطع الغاز عن كل من المانيا وهولندا والدنمارك، خطوة خطيرة جدا. الدول دي لم تدفع بالروبل، وبالتالي قامت روسيا بقطع الغاز عن الشركات المستوردة للغاز من شركة جاز بروم الروسية بالنسبة لهذه الدول. قبل ما تطرق الموضوع ده عايز انوه لموضوع خطير جدا. نحن بنتكلم على أزمة كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتقد انه مش مسلط عليها الضوء. النهارده لما بتكلم على انه في أزمة كبيرة جدا في حليب الأطفال الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، بتجعل انا بتكلم هنا على عناوين خطيرة جدا من مجلات أجنبية او مجلات أمريكية. يعني النهارده انا بتكلم هنا على نايت مير، على كابوس بيحصل لأول مرة من سنين. لما بتكلم على ابريل 2021 يكون عندك نقص فقط في المخزون 5%، تيجي على مايو 2022 بتتكلم على نقص في المخزون، يعني 22 مايو الماضي حصل نقص في المخزون بنسبة 70% أو 3/4 المخزون فيه نقص. لما بتكلم على قبل 22 مايو، يعني 22 مايو ده كان نهاية الأسبوع الماضي، لما بتكلم على قبل 22 مايو نهاية الأسبوع اللي قبله بتكلم على نقص في المخزون حوالي 45%. اللي بيحصل على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أمر جد خطير. أنا بنقل يعني بتكلم هنا على تقارير وعناوين زي ما حضرتك شايف مكتوب فيه with formula in short supply moms are pumping breast milk to help others. الأمهات بيتبرعوا بلبن أو حليب الأطفال عشان يساعدوا الأطفال الآخرين. أنت وصلت لدرجة أن الأمهات بتتبرع بحليب الأطفال زي ما الناس بتتبرع بالدم لدى بنوك الدم. أنا بتكلم على تشبيه مباشر، هم بيقولوا بنفسهم إحنا عندنا النهاردة حملات للتبرع بلبن الأطفال أو حليب الأطفال المفروض أنها لم تحدث من سنين. أنشأت هذه البنوك في التسعينات من القرن الماضي، لكن لما بتكلم النهاردة على رعب وكوابيس بتحصل نتيجة لأنه في نقص في هذا الحليب الأساسي بالنسبة للأطفال وهو الحليب الصناعي، فتضطر الأمهات اللي هي المرضعات أنها تتبرع بما يفيد عن حاجة أطفالها من الحليب. فأنت هنا بتكلم على أمر خطير جدا بيحصل في الولايات المتحدة الأمريكية تزامنا مع أزمة عالمية كبيرة. أنا عايز أوصل لك النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية مش بس بتتلقى التبرعات من الأمهات، دي بتتلقى التبرعات من الدول الأخرى. مش عايز أقول لك أستراليا النهاردة مجهزة حوالي 1,250,000 عبوة عشان تتبرع بيها الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل بتجهز معامل عندها عشان تقدر تزود إنتاج الحليب الصناعي وتتبرع به الولايات المتحدة الأمريكية. As families across the country continue to stress the lack of baby formula, one lab in Israel is trying to create a possible alternative by working with components of breast milk in a lab. الوضع جد خطير، والأمهات النهاردة بدأوا يتبرعوا. أنا عندي أمثلة الأمهات بيتبرعوا، بيقول لك كمان إن الأم تقدر تتبرع بحليب الأطفال عندها لغاية ما يكون طفلها عنده سنة ونص. فأنا عندي أحد الأمهات هنا بتقول أنا قدامي 6 شهور أقدر أتبرع فيهم لأنه البيبي بتاعها عنده حوالي سنة، وبالتالي أنت
بتتكلم على نظام في التبرع بيجبر الأم على أنها لا تتبرع بشكل مباشر لطفل آخر، ولكن بتتجه للمراكز اللي بتتلقى هذه التبرعات، وبالتالي بيقوم يعني بتعقيم أو بيقوم بتعقيم حليب الأطفال وبسترته، وممكن كمان تخزينه لمدة تصل حوالي عام. وصل الوضع لدرجة إيه؟ أنا بتكلم على أنه النهاردة بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية نقص المخزون فيها وصل لنسبة 90%. ولكن لو تلاحظ وتركز مع اللي بيحصل، انت بتتكلم على انه النهارده قاره زي اوروبا ما قدرتش انها تدعم الولايات المتحده الامريكيه في هذه الازمه. قاره مكونه بقول لك اتحاد اوروبا 27 دوله، يعني الناس دي عندها ازمات مش تقدر تساعد بيها الدول الاخرى زي الولايات المتحده الامريكيه. لما بكلمك على انه حليب الاطفال النهارده هناك 10% من اطفال الولايات المتحده الامريكيه حديثي الولاده، يعني الاطفال دي بحاجه ماسه لهذا الحليب اللي هو حليب الامهات المتبرعات عشان يتم انقاذ حياتهم، لانهم ممكن يتوفوا لانه لا في لبن صناعي او حليب صناعي ولا في حليب يكفي الاحتياجات الخاصه من التبرعات. احنا هنا امام وضع لازم تدرك انه الحمد لله انت في وضع جيد، عملت ترتيبات واستعدادات مسبقه لده، يعني انت كنت مستعد لازمات وكوارث ممكن تحصل بشكل غير متوقع، وعارف ان انت النهارده عندك مخزون من كل شيء احتياط استراتيجي. بنتكلم على في ارتفاع اسعار، ولكن ما فيش دوله في العالم ما فيهاش ارتفاع اسعار بكلمك، ولكن النهارده لازم ندرك انه حتى شوف حضرتك المقال اللي امامك او الخبر اللي امامك ده من اندبندنت جريده بريطانيه بتتكلم على انه ارتفع اسعار ارخص انواع المكرونه، ارتفع سعرها بنسبة 50% من العام ده عن العام الماضي. فأنا بكلمك بديلك بس أمثلة كجزء من كل، في أمثلة كتير جدا، ولكن أنا حابب أطلعك على أنه الوضع لازم تدرك أن أنت في عالم ما أنتش لوحدك، العالم ده كله بيسمع على بعضه، وعشان كده في موضوع الغاز هيسمع عندك هنا، ممكن نتحدث عن ده في فيديو قادم. لكن خليني أقول لك إيه اللي بيحصل على مستوى القارة الأوروبية بالضبط. اللي بيحصل احنا بنتكلم على العلاقة الروسية مع دول الاتحاد الاوروبي، وخلينا اقول لك ان العلاقة الروسية مع دول الاتحاد الاوروبي بتتمثل في الاغلب في شكل علاقات الطاقة، سواء بتكلم على النفط او بتكلم على الغاز. اليوم بالضبط اجتمع مسؤولي دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، الاجتماع ده ظل لوقت متأخر ليلا. ليه؟ عشان يدرسوا الحزمة السادسة من العقوبات. النهاردة قاموا بتطبيق 6 حزم من العقوبات، اخر حزمة كانت من حوالي 4 اسابيع. النهاردة بنتكلم على حزم متتالية، يعني مثلا عقوبات على اذاعات روسية، عقوبات على individuals او اشخاص روس، عقوبات تمنع روسيا من الوصول لنظام سويفت العالمي، عقوبات على ما يسمى بالأوليغارشية الروسية اللي هم اغنى رجال الاعمال في العالم او من احد اغنى رجال الاعمال في العالم. فانت بتتكلم على حزمة من العقوبات، لكن الحزمة الاخيرة اللي هي السادسة تتمثل في تقليص الاعتماد على النفط الروسي بنسبة 75% حاليا، وصولا لنهاية العام انت بتقلص الاعتماد على النفط الروسي بنسبة 90%. في عوامل تساعد في ده وفي عوامل لا تساعد في ده، بمعنى واضح انه النهاردة انا هجيب لك الصورة من الجانبين، هناك دول تستطيع انها تعمل كده وتقدر تعمل كده، لكن في دول في اوروبا لا تستطيع اطلاقا انها تعمل ده. وعشان كده لما بتكلم على وزير خارجية الاتحاد الاوروبي قال لك تصريح خطير جدا، طبعا انا بتكلم على جوزيف بوريل، الراجل قال لك بالنص كده وحدتنا قوتنا، يعني يجب ان احنا نكون متحدين في قرار واحد. ليه؟ لانه النهارده انا بتكلم لازال عن انقسام في اوروبا، في دول لا تستطيع انها تستقل عن الاعتماديه على الغاز والنفط الروسي. انا هقول لك الدول دي بالاسم وهقول لك الموقع الجغرافي ليها واسباب ده ايه، ولكن اوضح بعض المعلومات والتصريحات. خلينا اقول لك ان تشارلز ميشيل رئيس المجلس الاوروبي اشاد جدا بالقرار اللي هو حظر او تقليص الاعتماد على النفط الروسي، وقال انه قرار يعني جيد وقرار ممتاز. لكن لما اتكلم على اورسلا فوندرلاين رئيسه المفوضيه الاوروبيه قالت ان دي خطوه هامه، والمفروض ان احنا اتفقنا مع قاده الاتحاد الاوروبي على ان احنا نتجه باستثمارات ضخمه نحو الطاقه الخضراء او الطاقه المتجدده، وده اللي احنا قلناه قبل كده، توجه اوروبي نحو هذا النوع من الطاقه. وعايز اقول لك انه في كوب 26 الماضيه، القمه الماضيه اللي كانت في اوروبا، كانت المفروض ان الدول دي متفقه على تارجت معين لخفض الانبعاثات الكربونيه. انا عايز اقول لك انه في دول رفضت انها تنضم الى هذا المخطط، اقول لك بالاسم على سبيل المثال روسيا كدوله رافضه الانضمام لمخطط خفض الانبعاثات الكربونيه بحلول عام 2030، الهند نفس الوضع رافضه الانضمام للمخطط، لان الدول دي على سبيل المثال روسيا عندها امداداتها من او انتاجها من النفط والغاز، ده اكل عيشها وده المفروض الاقتصاد
الاقتصاد بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. انا بتكلم على غاز، يعني منتجات بتخرج او ثروات تخرج من باطن الارض. تكلمنا على اتجاه لطاقه نظيفه، هتكلفني بنيه تحتيه جديده وهتكلفني استثمارات جديده انا عندي اصلا، يعني انتاجي من الثروات الكربونيه او الهيدروكربونيه. فانت هنا بالنسبه لروسيا معترض على هذا الاتفاق. بتكلم على الهند كدوله مستهلكه جدا لهذا النوع من الانبعاثات الكربونيه وما عندهاش يعني التسهيلات اللازمه للتوجه نحو الطاقه النظيفه في الوقت الحالي. ولكن انا بكلمك على انه مش بس الموضوع توقف على كده. تعال اقول لك بقى موضوع خط دروزبا. ده خط انابيب نفط روسي المفروض انه جاي من روسيا من ايام الاتحاد السوفيتي، بيمد اوروبا بالنفط. المفروض الخط ده له اضلاع، ضلعين شماليين وايضا اضلاع جنوبيه. بتكلم على انه الخط بيمد بولندا والمانيا في اتجاه الشمال وبيمد ايضا المجر والتشيك وسلوفاكيا في اتجاه الجنوب. المفروض انه بولندا والمانيا اعلنت انهم سيتوقف عن حصول على او استقبال النفط الروسي من هذا الخط بنهايه العام، ولكن المجر والتشيك وسلوفاكيا قال لك لا احنا ما نقدرش، احنا دول حبيسه ما عندناش بحر نستورد منه نفط بديل. وبالتالي الموضوع سهل بالنسبه لبولندا وسهل بالنسبه لالمانيا انهم يعتمدوا على نفط او يستوردوا نفط عبر ناقلات نفط من دول اخرى. لكن لما تتكلم على دول حبيسه ما تقدرش تعتمد على انها تستطيع انها تستقبل النفط من دول اخرى. وهنا الدوله زي المجر مثلا بتقول كلمنا عن ضمانات، اضمن لي خطوط او امدادات بديله للنفط الروسي وانا اعتمد عليها، لكن ما تكلمنيش على ان انا اتحمل المسؤوليه لوحدي. فبيجي يرد عليهم احد وزراء خارجيه او رئيس وزراء دوله زي لاتفيا بيقول لهم انتوا لو فكرتوا في نفسكم وكل دوله فكرت في نفسها احنا كده لا نوحد الصف امام روسيا ونمد يعني يدنا لاله الحرب الروسيه انها تتمادى في اللي بتعمله. ده بالنسبه لموضوع النفط الروسي اللي بتحصل عليه عدد من دول اوروبا. اما بالنسبه لموضوع الغاز فانا بتكلم على قطع شركه جاز بروم الروسيه للغاز عن الدول اللي ذكرتها لحضرتك. هتكلم عن الدول دي ببساطه جدا. لما بتكلم عن دوله مثلا زي هولندا بتحصل على 15% من غازها من روسيا، فالقطع ده مش بيمثل كل القطع اللي بتحصل عليه هولندا من الغاز. زي ما قلت لك هي دوله ليست دوله حبيسه، فتقدر تحصل عبر يعني موانيها على غاز LNG غاز مسال. بالمناسبه انت كدوله بتصدر لهولندا غاز مسال من محطات الإسالة عندك في مصر. لما بتكلم على دولة أخرى زي ألمانيا، ألمانيا شوية ديبندنت أو معتمدة على الغاز الروسي، كانت بتعتمد عليه بنسبة 60% من غازها، ولكن اللي بيساعد الاتحاد الأوروبي حاليا هو وضع ارتفاع درجة حرارة لأن احنا طبيعي في فصل الصيف. لكن أكبر اختبار تقدر ترصد بيه قدرات هذه الدول في تقليص الاعتماد على روسيا هو الشتاء القادم، لأن الشتاء ده الماضي ما كانش اختبار قوي بالنسبة للأزمة الحالية. الأزمة الحالية بدأت في فبراير عقب انتهاء الشتاء أو في نهاية الشتاء. لكن لما تتكلم على سبيل المثال على شركة جاسترا الشركة الهولندية اللي بتستورد الغاز من روسيا لصالح الحكومة الهولندية، الشركة أعلنت قبل كده أنها يعني بتتوقع قطع الإمدادات الروسية من الغاز. هم عارفين أن هم دفعوش بالروبل وبالتالي متوقعين عقوبات. شركة جاسترا بتقول أن احنا دورنا على بديل وسنحصل على غاز بديل في الفترة من الآن حتى أكتوبر. بنتكلم في أن هولندا احتياجاتها من الغاز الروسي في هذه الفترة أو اللي تم قطعه حوالي 2 مليار متر مكعب غاز في الفترة من النهاردة حتى أكتوبر القادم. ده بالنسبة لهولندا، فقدرت تعالج جزء من الفجوة اللي حصل بسبب قطع الإمدادات الروسية. عندك شركة شيل بتستورد الغاز لصالح ألمانيا من قبل روسيا، المفروض أنها بتستورد حوالي 1.2 مليار متر مكعب غاز سنة من قبل أو من روسيا. النهاردة هتبحث أيضا عن بديل للغاز الروسي اللي تم قطعه. كذلك شركة كورست الدنماركية الشركة اللي بتستورد الغاز من روسيا لصالح الحكومة الدنماركية، أيضا كانت معتمدة على الغاز الروسي وبتبحث الآن عن بديل، ولكن الدنمارك بتتميز بأنها دولة مطلة على سواحل فبالتالي تستطيع أنها تستورد LNG من دول أخرى مصدرة للغاز. لكن بعد القرارات دي ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير جدا، ومع ارتفاع أسعار الغاز ده بيأثر عندك لأنك بتستفيد مع كل قطرة غاز أنت بتصدرها لدول أخرى. هو ارتفاع بيكون مفيد لدول ومضر لدول أخرى، زي ما ارتفاع النفط بيفيد دول الخليج ارتفاع الغاز بيفيد دولة مصدرة لي زي مصر ويفيد دولة مصدرة لي أكتر زي الجزائر. ولكن مع ارتفاع الغاز خليك عارف أن في فاتورة أخرى بتدفع وهي ارتفاع مقابل في أسعار منتجات غذائية وخاصة القمح. فالدول المصدرة الغاز عندك في منطقة الشرق الأوسط هي بالأساس الدول مستوردة للقمح من الدول الأخرى. تكلم على الجزائر مثلا بتنتج فقط 3 مليون طن قمح، وبالتالي الدولة دي تعتبر ثالث أكبر مستورد للقمح في العالم بعد مصر وبعد إندونيسيا، والثالثة هي الجزائر. أنا بكلمك على معلومات مهمة لازم تدرك الموضوع مرتبط كلا ببعضه. إن شاء الله هنشرح تفاصيل مهمة عن هذا الموضوع في فيديوهات قادمة. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.